السلام. نحن هلا موجودين بسوق شيخ سعد، ومثل ما عودناكم بفقرات خبز وملح في عنا تحدي 4000 ليره. بهال 4000 طبق يعني 4000 بهال 4000 شو ممكن نعمل طبخه من طبخات المطبخ السوري؟ ونحن هلا موجودين بسوق الشيخ سعد، ولكن رح نختار المؤسسه الاستهلاكيه لحتى نجيب اغراضنا. ست البيت جاهزه معنا، والمؤسسه ناطرتنا لحتى تستقبلنا ونشوف شو الاسعار عندها وشو مكونات طبختنا لليوم. لهيك نحن وانتم هلا رايحين بشكل مباشر، ويلا هي ال 4000 ليره صاروا بيدنا. هلا فايتين على المؤسسه ناطرتنا ست البيت لحتى نجيب الاغراض نحن وياها، ونشوف قديش اسعارهم، قديش رح تقدر تكونهم بهال 4000، ونشوف اذا رح ينقص مصاري ولا ممكن يزيد مصاري. شرفوا معنا. هلا نحن صرنا بالمؤسسه الاستهلاكيه، والمدام دانيا صارت موجوده معنا. طبعا في مشروع عم تقوده المدام دانيا رح نحكي عنه ضمن خبز وملح لليوم، بس قبل خليني اسلمك ال 4000 ليره. تمام. وخليني اسالك شو طبختنا لليوم؟ هلا طبختنا لليوم هي منزله باذنجان، هي عباره عن باذنجان ولحمه وبصله، ما بدنا اي مكونات ثانيه. ما بدنا شيء ثاني، بتعملوا حدا رز ولا سلطه؟ حدا رز او سلطه. هلا بينقال في منزله باسود ومنزله باحمر، شو الفرق بين الاثنين؟ منزله الاسود بالاحمر، الاسود بس هي باذنجان ولحمه وبصل، اما الاحمر بيدخلوا له رب البندوره. البندوره ورب البندوره. والبندوره. لا بلا بندوره؟ لا، هي كثير اكله قديمه وشاميه وبتجنن وطيبه كثير يعني. حلو كثير. معناتها اول شيء نحن هلا بدنا نجيب الباذنجان. اوكي. عمر عمه، وبدنا نجيب البصل وبدنا نجيب الرز. خلينا نبلش تنقي، تفضل رح تنقي سوا. احلى شيء اللعب بالاكياس. هلا هيك معنا. تمام. شو معايير الباذنجان؟ كبيره صغيره؟ لا، اهم شيء تكون صغيره ومو كثير طبعا، يعني هذا المقاس تقريبا. بيقولوا في باذنجان بيكون مبزر. تمام. لا، هذا بلدي هلا وقته ما بحب يكون مبزر اكيد، وتكون عم تلمع من برا. هلا رح ناخذ البصل، نوعين من الفلفله، فلفله رقيقه وفلفله سميكه، فما بنعرف اي الاضبط لهي الاكله. هلا الاطيب هي ولا الرقيقه هي اطيب؟ بصل. بدها تطلعوا كم كيلو؟ كيلو ونص. اوكي. 4 كيلو. ومعنا واحد رز. 1500 ودي؟ 2450. حروح نجيب اللحمة وبعدين فورا على المطبخ. تفضلوا معنا. شكرا شكرا. رز. هلا بدنا الرز، حنحطه هون. هلا حنروح لنشوف قديش اوزانهم وشو اسعارهم. تفضلوا معنا. زاد معنا 450 ولسه 2000. 2450. حروح نجيب اللحمة. تفضلوا. نص كيلو لحمة. هلا مكتوب بحسب اللائحة انه كيلو النعمة العجل 4000. تمام. كيلو الغنم النعمة وينه؟ وينه؟ الغنم 4700. اوكي، نحن شو اللي بدنا اياه؟ نجيب العجل. حنجيب العجل. هذا وظريف. نص كيلو لحمة عجل من المؤسسة السورية للتجارة ب 2000 ليرة. هلا ساعتين نروح نجيب عنيف الزيت، ونحن ضميرنا كثير مرتاح وكسبت التحدي. تمام. على البيت. جينا من السوق مع المدام دانيا على بيتها لحتى نشوف بعد ما اخذت الاغراض، غراض المنزله، الباذنجان الاسود اللي قالت لازم يكون حجمه صغير وعم يلمع. طبعا انا حاولت التزم بالتعليمات قدر الامكان، وهلا المدام دانيا صرنا معاها وبمطبخها، وكسبت معنا التحدي وزاد معاها 450 ليره كمان. طبعا مثل ما بنقول دائما في ادوات موجوده بالبيت، مثل الملح، مثل الزيت للقلي، مثل ما بعرف شو كمان، هلا بنكتشف. فهلا موجودين نحن والمدام دانيا، بدنا نحكي كمان مصره ما تتركني الباذنجان. طيب كمان رح نحكي عن مشروع مطبخ المدام دانيا اللي بيقدم اطيب المأكولات الشرقية مطبوخة بطريقة ستات البيوت، يعني اكلة مدللة. فبدي اقول لها هلا اهلا وسهلا فيكي. اهلين. هلا انا عم رحب فيكي ببيتك، قديش ظريفة انا. يا بنت اهلا وسهلا. على البيت بيتك. اهلا وسهلا. يا حلوة قلبي. طبعا البيت بيتك طبعا. تسلمي لي يا رب. الطبخات اللي بتقدميها اليوم كيف كمياتها؟ امتى ما دقينا ممكن نلاقي الطلب يلي بدنا اياه؟ طبعا الطلب دائما بيكون قبل بيوم، اذا كان طلبية صغيرة، طلبية كبيرة بدها تكون قبل بيومين، لأنه أنا ضد إنه أعمل شيء وخزنه بالفريزرات ولا بالثلاجات أو هيك. خلص الفريش يكون تازة. كله تازة وفريش أطيب وأصح. فبتتم الطلبيات قبل بيوم، انه نحن بدنا الطبخه كذا، الساعه كذا، نحن بقى نبلش انا والصبايا بنبلش نشتغل. حلو كثير. طب خبرينا كيف فينا نتواصل معك، ان كان تليفون او انستغرام او فيسبوك؟ طبعا عندي صفحه على الانستغرام، عندي صفحه على الفيسبوك مطبخ دانيا بالعربي. مطبخ دانيا بالعربي.
كمان بيتم التواصل عن طريق الواتساب، هو الرقم الاساسي 0936221718. استني لاحفظ انا 0933 322 3178. هذا اكثر شيء بيتم التواصل عليه، بوصوا على الواتساب وبتهدى على الطلبيه شوي شوي، بنعرف شو بدهم. احيانا بيحكوا عن الملح ما بدهم يا زايد، احيانا ما بدهم فلفل، لا احيانا بدهم دبل فلفل ملح كثير. بتهدى بقى كل حدا شو ذوقه. خليني بس اخبر المشاهدين على شغله، انه في شغله كثير ظريفه لما فتنا لعند المدام دانيا ضيفتنا اياها، وهي شراب التوت. فالموضوع لا يقتصر فقط على الطعام وانما كمان الشراب، فكلوا واشربوا. في لاحظتي عندك عم تعملي شغلات لها علاقه بالمشروبات، تمام؟ تمام يعني كل شيء له علاقه بالمونه البيتيه القديمه نحن عم نعمله. اليوم انت كسبتي التحدي وهلا نحن حنطبق الطبخه، معناتها هلا حنروح سوا لحتى نبلش. يلا هلا نحن حننزل البصلات. تمام اوكي، هلا احمي الزيت، حننزل البصلات. هلا بس يدبل البصل بنحط فوقيه اللحمه. اوكي تمام. قررت قرار غير قابل للطعم، اشتغل معهم بالمطبخ. نحن هون عم نقلي الباذنجان. اوكي ثلاث ارباع القليه تقريبا مشان نحشي باللحمه وبالبصل. طبعا نحن هلا زاد عنا كميه من الباذنجان، فبدك تخبريني. اي تماما، فبدك تخبريني نحن شو في عنا اكلات كمان ممكن نعملها بالباذنجان. الباذنجان كثير بنعمل منه اكلات. هلا ممكن هدول نقليهم وندقهم نعملهم متبل جنه. حلو. ممكن يلانجي. يلانجي اكيد اكيد يلانجي فظيعه. يعني في عندنا كمان اكله اسمها الكباب الحلبي اللي هي اللحمه والبندوره وطبقه باذنجان كمان بيطلع منها بتجي طبقات بالصينيه. طبقات ايه بالصينيه مع الكفته كثير كمان ظريف وطيب. ممتاز. ففينا نعرف هلا انه نحن ب 4000 ممكن نجيب مكونات اكله ويزيد عنا من هالمكونات شيء نعمله بوقت لاحق وباكلهم. بوصل للمرحله اللي انا بحبها بناكلهم. اوكي تمام. هلا الباذنجانات نقلوا، عملنا اللحمه مع البصل. المدام دانيا حشت الباذنجانات. هلا رح تعلق على نصبه الرز، كاسه رز بس مو اكثر من هيك، كاسه رز حتعملها مع الاكله. تمام. وانا رح كفي الباذنجانات. يلا انا رح كفي الباذنجانات لبين ما انت اوكي تعملي الرز. هلا حشيتهم، خلصت المهمة. هلا بنحط لهم مي، بنحطهم على الغاز 10 دقائق بيكونوا خالصين او اكثر. اوكي قديش يعني مي لازم نحط لهم مثلا عبيها الصحن؟ غمرهم غمرهم بشكل كامل. طب رح اعبي صحن؟ لا ما بنغمر يعني مو بشكل كامل، انه تقريبا نصه على حزه. اي تمام يلا اوكي. هلا الأكلة صارت جاهزة، دانيا صارت جاهزة عندك الصينية؟ تمام. يا عيني يا عيني. الروايح، الطعمة، الألوان، التقاني، الرتابة، هذا المشهور فيه المطبخ السوري ومطبخ دانيا بالذات. شكرا كثير يا دانيا. عفوا. تجربتك هي كانت الثانية معنا، كيف لقيتيها؟ بتجنن كمان، كثير انبسطت فيكم وعن جد تحدى كثير ناجح وبتجنن. خلي لي اياكي يا رب. خلي لي اياكي. لنذكر انه نحن هي الطبخه جبنا مكوناتها وزاد معنا مصاري منها كمان. تمام. زاد 450 ليره. تمام. تماما اقل من 4000. وزاد عندنا مكونات، يعني زاد عندنا لسه بصل ولحمه وزاد عندنا باذنجان وزاد عندنا رز كمان. تمام. فهو الرز كان هيك تشكيله لانه ممكن الناس بتحب تاكل حدا رز، في ناس بتحبها لحالها. هاي كانت طبختنا لليوم. شكرا كثير لك. عفوا حبيبتي. شكرا دانيا كثير. وشكرا لكم كمان متابعينا، وان شاء الله بنلاقيكم بوجبات جديده مع ستات بيوت جداد وحد جديد، ومن هون لوقت تبقوا بكل الصحه والخير. باي باي.